ان شاء الله باش نبدا نصلح لكم تمارينات صفحه 67 68. التمارينات هذوما عباره على مسائل صغيره باش نوظفوا فيهم القوه في الاعداد الصحيحه الطبيعيه. اذا نبدا بالتمرين 26. شنو فيه التمرين؟ يستهلك صاحب مطعم شهريا 10 صناديق عصير، كل صندوق يحتوي على 10 قوارير وكل قاروره تسع 10 دستيلتر، علما ان العطله السنويه للمطعم تدوم شهرا. ما هو بالدستيلتر؟ الاستهلاك السنوي من العصير لهذا المطعم. حاولوا نفهموا التمرينات مع بعضنا. هو مطعم يستهلك 10 صناديق من العصير، هذوما صناديق العصير منهم 10 هكا ولا هذوما منهم 10، كل صندوق فيه 10 قوارير وكل قاروره تسع 10 دسيلتر، كل قاروره فيها 10 دسيلتر. تفهمنا؟ اذا ال10 قداش تعود من مره؟ وهذوما العدد نتاعهم 10. اش معناها؟ معناها باش نحسب الاستهلاك يستهلكوا شهريا، باش تحسب الاستهلاك الشهري شنو نعمل؟ باش نعمل 10 ضرب 10 ضرب 10 معناتها يساوي 10 قوة 3 اللي هي 1000. هذا شهريا 1000، ما ننساش الوحدة دسيلتر. باش نستأمنوا في السنة، علما أن العطلة السنوية المطعم تدوم شهرا، معناها هو قداش يخدم الشهر في العام؟ باش يخدم 12 إلا واحد، معناها يخدم 11 شهر. إذا في السنة نعمل 1000 ضارب 11، تفهمنا؟ دسيلتر يساوي 11000 دسيلتر، هذا الاستهلاك في السنة. سهلة العملية، سهلة المسألة نتاعها، باهي؟ لأنك مش عملت عملية الضرب، خاطر ضارب 1000 هذوما المكتسبات نتاع سنة سادسة ابتدائي، راهو ديما الرياضيات راهو مسترسل من الابتدائي حتىش تكمل. إذا لهنا عندي 11 ضرب 1000 شنو نعمل؟ نعمل 11 ونضيف وراها ثلاثة أصفار. 11 ضرب 100 نعمل 11 ونضيف وراها صفرين. فهمنا؟ هذوما مكتسبات سنة سادسة ابتدائي. نصلح تمرين 27 صفحة 67. كيف كيفية مسألة صغيرة. شنو فيها المسألة؟ بأرض فلاحية 30 بيتا مكيف لزراعة الطماطم، كل بيت فيه 30 صف، معناها عندي هكا هذا هو البيت، بيت مكيف، العدد نتاعهم 30. ديما نعملوا رسم تقريبي باش نفهموا به المسألة. 30 بيتا مكيف، كل بيت فيه 30 صف، اش معناتها؟ هذوما الصفوف، معناها صفوف الطماطم هذوما عدد نتاعهم 30، باهي؟ وكل صف يحتوي على 30 غرس، وكل صف فيه 30 نبتة طماطم، هذوما العدد نتاعهم 30 كيف كيف. وكل نبتة تزن الثمرة نتاعها تزن 30 غرام، وفي كل نبتة عندها 30 غرام، باهي. السؤال شنو؟ ما هو بالكيلوغرام ثم بالطن المحصول من الطماطم؟ إذا نحب يحسب محصول الطماطم، معنتها محصول 30 بيت، قبل كل شيء باش نحسبو بال الغرام، خاطر عطيني الوحده نتاعي الغرام. 30 شنو عندي؟ 30 قداش تتعاود من مره؟ عندي 30 بيت، بكل بيت 30 صفا، في كل صف 30 نبته، في كل نبته 30 غرام، باهي. اذا عندي 30 بيت، كل بيت فيه 30 صفا، كل صف فيه 30 نبته، كل صف فيه 30 غرس، وبكل غرس 30 ثمره، كل غرس هذايا فيه 30 ثمره، وكل ثمرة تحتوي على 30 غرام، باهي. إذا 30 قداش تعاود من مرة؟ مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. باش نحسب بالغرام نعمل 30 قوة 5، باش نلقى النتيجة هي بالغرام. 30 قوة 5 شنو معناتها؟ معناتها 30 في 30 في 30 في 30، باش نعاودها 5 مرات. باش نعمل النتيجة العملية هي 30 قوة 5، نكتب 5 أصفار نتاعي ونعمل 3 قوة 5، فهمنا؟ 3 قوة 5 هي 243. عملية سهلة. شنو معنى 3 قوة 5؟ معنتها 3 في 3 في 3 في 3 في 3، 3 قوة 5 هي 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3، 3 في 3 9، 9 في 3 27، هكا ولا نهبط 3، لهنا كيف كيف باش نهبط 3؟ 27 ضرب 3 باش تجيني 81، باش نهبط لها 3، 81 ضرب 3 باش تجيني 243، تفهمنا؟ إذا النتيجة النهائية بالغرام. هو شنو يحب؟ يحب بالكيلوغرام ثم بالطن. شنو نعمل الكيلوغرام؟ هذه الغرام الكيلوغرام شنو نعمل؟ نقسم بالطبيعة على 1000، نقسم على 1000 شنو هي 3 صفرات، تجيني نتيجة بالكيلوغرام. بالطن كيف كيف؟ باش نقسم على 1000 تجيني 24.3 طن، باهي. بعد نصلح التمرين 28. شنو فيه التمرين 28؟ عاطيني مجموعة زوز رسوم بشكل مدرجات، شنو يحب؟
احسب عدد المكعبات في كل مدرج ثم اكتب كل عدد في صيغة مربع عدد صحيح. هذا سؤال رقم واحد. سؤال رقم اثنين، اعدنا تنظيم المكعبات المكونة لكل مدرج، تحصلنا على ما يلي، بدل الشكل متاعها. عطيني جزء أسئلة، كم يكون عدد المكعبات بمدرج له أربع درجات؟ اكتب النتيجة في صيغة مربع عدد صحيح طبيعي. ماذا تلاحظ؟ كم يكون عدد المكعبات بمدرج ذي خمس درجات بمدرج ذي تسعة درجات؟ فهمنا؟ مش معنا بشي طبق بشي طبق التمشي بتاعنا على مدرج ذي خمس درجات ودي تسع درجات. باهي نبدأ بالسؤال الأولاني، يحب يحسب عدد المدرجات ويكتبها في صيغة قوة. كي نبدأ بالعدد المكعبات عفوا، كي نبدأ بالمدرج رقم واحد، في المدرج رقم واحد قديش عندي من مكعب؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. شو معناتها أربعة مكعبات؟ معناتها اثنين قوة اثنين. باهي اللي بعد عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، معناتها تسعة مكعبات، معناتها هي ثلاثة قوة اثنين. باهي بعد بدل الشكل متاع المكعبات، شنو يحب؟ هو يحب يحسب عدد المكعبات في مدرج ذو أربع، في ذو أربع مكعب ذو أربع درجات. دونك شنو باش يعمل؟ هي أربعة قوة اثنين يساوي ستة عشر. شنو لاحظ لهنا؟ لاحظ إنه عدد المكعبات يساوي عدد درجات قوة اثنين. مثلا عندي أنا ثلاثة درجات ثلاثة قوة اثنين، كيما هنا اثنين درجات اثنين قوة اثنين. باهي الملاحظة متاعي هذه باش نستغلها باش نجاوب على السؤال ب. شنو نحب في السؤال ب؟ كم يكون عدد المكعبات في مدرج ذو خمس درجات؟ شنو معنتها خمس درجات؟ معنتها خمسة قوة اثنين يساوي خمسة وعشرين. وبعد في مدرج ذو تسع درجات، شو معنى تسع درجات؟ معناتها تسعة قوة اثنين، تسعة في التسعة هي واحد وثمانين. فهمنا؟ باهي تعال نصلح تمرين تسعة وعشرين. في تمرين تسعة وعشرين عطيني مثال اللي هو تسعة مية وخمسة وثلاثين يساوي تسعة ضارب عشرة قوة اثنين ضارب مع ثلاثة ضارب عشرة قوة واحد مع خمسة ضارب عشرة قوة صفر. وعطيني أعداد أخرين ويحبني نمشي على نفس المنوال. عطيني العدد اللي بعدها هو خمسة آلاف وتسعمية واحد وعشرين، نجم نكتبها هي خمسة ضارب عشرة قوة ثلاثة باش تجيني خمسة آلاف، مع تسعة ضارب عشرة قوة اثنين باش تجيني تسعمائة، مع اثنين ضارب عشرة قوة واحد باش تجيني عشرين، مع واحد ضارب عشرة قوة صفر. عشرة قوة صفر هي واحد، معنتها واحد في واحد جيني واحد. فهمنا؟ معناها هذه تكتب خمسة آلاف مع تسعمائة مع عشرون مع واحد، وهني دي عملتها عشرة قوة ثلاثة، عشرة قوة اثنين، وعشرة قوة واحد، وعشرة قوة صفر. باهي المثال اللي بعدها أربعة وثلاثين ألف وخمسمائة وثمانين كيف كيف يساوي ثلاثة ضارب، مرة هذي عشرة قوة أربعة، مع أربعة ضارب عشرة قوة ثلاثة، مع خمسة ضارب عشرة قوة اثنين، مع ثمانية ضارب عشرة قوة واحد، مع صفر ضارب عشرة قوة صفر. باهي المثال اللي بعدها ستمية وخمسة وأربعين ألف وتسعة وعشرين يساوي كيف كيف ستة ضارب، المرة هذي عشرة قوة خمسة، عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة أصفار، إذا ستة ضرب عشرة قوة خمسة، مع أربعة ضرب عشرة قوة أربعة، مع خمسة ضرب عشرة قوة ثلاثة، مع صفر ضرب عشرة قوة اثنين، مع اثنين ضرب عشرة قوة واحد، مع تسعة ضرب عشرة قوة صفر. فهمنا؟ هذا هو التمرين بتاعي. إذا التمرين سهل، هذا سؤال رقم واحد. بالتمشي بتاعنا كملنا التمرينات اللي بعدها. أعطي قيمة تقريبية بالألف لكل منها. شنو معناتها بقيمة تقريبية بالألف؟ معناتها الأعداد هذوما باش نعطوهم قيمة تقريبية بالألف. الأولانية قيمة تقريبية بالألف للعدد هذايا، شوفوا لهنا هذايا ثلاثة، إذا هذايا ماهوش في الألف، إذا باش نعطي الأعداد اللي عطيهم لي هو الأمثلة الثلاثة أرقام الأعداد هذوما. هذايا شوفوا عندي تسعة، خمسة وبعدها تسعة، إذا قيمة تقريبية هي ستة آلاف. لهنا شنو عندي؟ عندي ثلاثة وبعدها أربعة، إذا القيمة التقريبية هي ثلاثون ألف، خاطر أصغر من خمسة، لأن عندي ستة وبعد أربعة كيف كيف أصغر من خمسة، القيمة التقريبية هي ستمائة، ستمائة ألف. فهمنا؟ نشوف ديما الرقم اللي بعده هل هو أصغر من خمسة ولا أكبر من خمسة، كان أكبر من خمسة نتعدى للي بعده، وكان أقل من خمسة نهبط للعدد اللي قبل. باهي تعدى للتمرين 30 صفحة 67. شو في التمرين 30؟ أعطيني 371 هي 3 قوة 3 مع 7 قوة 3 مع 1 قوة ثلاثة. شنو يحب هو هنا؟ يحب معناها يتأكد منها، يحب يحقق هذه النتيجة. قال لي 371 يساوي 3 قوة 3 مع 7 قوة 3 مع 1 قوة 3، أثبت ذلك. باش نعمل العملية نتاعي، هذه 3 قوة 3 هي 27 مع 7 قوة 3 هي 243 مع 1 قوة 3 هي 1. كي نعمل عملية الجمع نتاعي باش نلقاها 371، إذا حققت هذه المعادلة نتاعي، معادلتي صحيحة. السؤال اللي بعده، حقق
أن كل عدد من الأعداد التالية يساوي مجموعة مكعبات أرقامه 370 153 407. ده نبدأ بالعدد الليني اللي هو 370. شو معناتها مكعبات أرقامي؟ معناتها كي نعمل 3 قوة 3 مع 7 قوة 3 مع 0 قوة 3 يلزمني نتحصل على نتيجة هي 370. نعمل العملية متاعي، 3 قوة 3 هي 27 مع 7 قوة 3 هي 243 مع 0 قوة 3 مع 0 تجيني نتيجة 370. إذا حققت النتيجة متاعي باهي. العدد الموالي 153، معناه يحب يبين اللي هو 1 قوة 3 مع 5 قوة 3 مع 3 قوة 3. هذا شنو بيجيني؟ بيجيني 1 مع 125 مع 27، النتيجة النهائية بيجيني 153. إذا حققت المعادلة متاعي، يعني 153. العدد اللي بعده 407 يساوي، يحب يبين اللي هو 4 قوة 3 مع 0 قوة 3 مع 7 قوة 3. نعمل العملية متاعي، هذه بتجيني 64 مع 0 مع 343، النتيجة بتجيني 407. حققت المعادلة متاعي. شوف أنا لهنا باقي نحط لكم في النتيجة طول 4 قوة 3، تجوا تخدموها على جنب. 4 قوة 3 هي 4 في ال 4 في ال 4، تجوا لهنا على جنب، تعملوا 4 ضرب 4 ضرب 4، جدول الضرب تبدو حافظينه ليه ليه. 7 قوة 3 هي 7 ضرب 7 ضرب 7، تفهمنا ولا؟ هنا النتيجة النهائية، ديما تعاودوا التمارينات وتقارنوا نتائجكم، باهي؟ تفهمنا؟ شو يحب هو في بالي؟ هل إنه الملاحظة هذه إنه أي عدد يساوي مكعبات مجموع مكعبات أرقام، هل إنه تنطبق على الأعداد الصحيحة الطبيعية الكل ولا لا؟ بالطبيعة باش نبينوا إنها لا تنطبق، يلزمني ناخذ مثال ونضحف به الملاحظة متاعي. كي ناخذ 370 مثلا، 370 باش نطبق القاعدة اللي فاتت، 370 نورمالمون تقولوا لي 3 قوة 3 مع 7 قوة 3 مع 0 قوة 3. باهي، اسكو هذه هل انه هذه المعادلة هذه محققة ولا لا؟ نجي نعمل 3 قوة 3 مع 7 قوة 3 مع 0 قوة 3 يساوي 27 مع 512 مع 0. كي نعمل النتيجة هذه شنو باش تجيني؟ باش تجيني 539. هل انه المكعبات نتاع مجموع الأرقام هذوما هو بيدو 370؟ لا. إذا 370 هذه مخالفة ل 3 قوة 3 مع 7 قوة 3 مع 0 قوة 3، فهمنا؟ إذا الملاحظة متاعي لا تنطبق على جميع الأعداد الصحيحة الطبيعية، ردوا بالنا، تنطبق على بعض الأعداد كهو مش على كل الأعداد. إذا ما نجموش نعممها الملاحظة هذه إنه أي عدد صحيح طبيعي يساوي مجموع مكعبات أرقامه، هذه القاعدة هذه ماهيش معممة على كل الأعداد الصحيحة الطبيعية.